كل خير ورضا وسرور من رب العباد. موضوعنا اليوم إن شاء الله بإذن الله راح نتكلم عن حساسية الأنف. حساسية الأنف هي مرض أو عبارة عن تحسس المريض لعوامل مهيجة في الجو عن طريق الأنف، تختلف تماما عن حساسية الطعام. هي عبارة عن الأعراض المصاحبة لها، من كأنه مزكم المريض، يعني رشح أو سيلان في الأنف، انسداد في الأنف، حكة في الأنف، في الحلق، في سقف الحلق، في العينين، في الاذن، تهيج بعض الاحيان في الجسم على حسب حده الحساسيه. طبعا تختلف حده الحساسيه من شخص الى اخر، في البعض تاخذ معه 7 ايام، البعض تاخذ 21 يوم، ولكن الاثار مترتب عليها تبقى الفتره اطول شويه. طبعا حساسيه الانف درجات، في شديده زي ما ذكرنا، في شديده، في متوسطه، في خفيفه. طبعا ايش الاشياء، المواد المهيجه للحساسيه؟ يختلف من شخص إلى آخر، في ناس عندهم حساسية لحبوب اللقاح النخل وقت الربيع، وقت الغبار، العطور، بعض أنواع الأشجار أو الأعشاب، في حساسية للقطط، في حساسية لعدة المنزل. طب كيف يكتشف المريض ذلك؟ في عدة اختبارات، ومن أسرعها ومن أهمها اللي هو اختبار تحت الجلد، يتم فيه حقن بعض المواد المحسسة في الجو أو أشهرها الموجودة، ويبان للمريض هو عنده إيش حساسية بالضبط. علاج الحساسية تختلف على حسب نوع الحساسية وعلى حسب حدتها. طبعا زي ما قلنا، علاج الحساسية يختلف على حسب درجاتها وعلى حسب حدة الحساسية، لكن أهم علاج المتفق عليه 70% من علاج الحساسية هو معرفة المسبب وتجنبه. يعني إذا كان الإنسان يعرف إيش اللي سبب على الحساسية أو اللي يهيج على الحساسية ويتجنبه، فهذا 70% من الأعراض بتخف بإذن الله. بالإضافة إلى بعض الأدوية، من أهمها بخاخات الأنف زي النيزونيكس، الأثمس، زي فليكسونيز. طيب إذا كان زي ما ذكرنا، لازم على الإنسان إنه يعرف هو إيش عنده حساسية، إيش نوع من إيش عنده حساسية عشان يتجنبها. طبعا في علاجات أخرى، نقاط توضع تحت اللسان لمدة طويلة والاستجابة لها سريعة بإذن الله وجيدة، نتائجها جيدة، لكن زي ما قلنا هذه لفئة محددة فقط، اللي هم اللي عندهم الحساسية الشديدة. وشكرا لكم ودمتم بخير.